بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومن جديد واستاد الأهلي. النهاردة عندنا حلقة خاصة عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وزي ما حضراتكم عارفين أن قطاع الناشئين ده من أهم الأعمدة الرئيسية اللي بيتكون منها أي نادي محترف. أي نادي محترف عايز تعرف مستقبله بص على قطاع الناشئين، عايز تعرف الحاضر اللي هو فيه بص على قطاع الناشئين، أيضا عايز تعرف ليه كانت نتائجه متراجعة في الماضي برضو انظر على قطاع الناشئين. في الجزء الأول من حلقتنا هيكون معانا كابتن أحمد سمير بيبو المدير الفني لفريق 2005 في النادي الأهلي، وأيضا هيكون معانا ضيوفنا طبعا نجوم المستقبل في النادي الأهلي وأولاد النادي اللاعب يوسف حفيفي وأحمد أيمن مارادونا. وفي الجزء الآخر هيكون معانا مدرب حراس المرمى كابتن محمد فتوح، وأيضا هيكون معانا اللاعب يوسف جمال ومحمد رأفت من نجوم النادي الأهلي الصاعدين الواعدين. في البداية عايز أتكلم مع حضراتكم على قطاع الناشئين، وليه مهم جدا يكون عندك قطاع ناشئين على أعلى مستوى ومتطور. لو بصينا على مجرى الكرة في كل مكان في العالم، الأندية الكبيرة فكرة ممكن يكون عندك فريق أول قوي جدا، ولكن هيديلك سنة سنتين التالتة هتلاقيه وقع ومش قادر تقومه مرة تانية. ليه؟ عشان انت ما عندكش قطاع ناشئين بتعرف تاخد منه الذخيرة اللي تقدر تناسبك. النادي الاهلي نادي مختلف، نادي مختلف في طباعه، في صفاته، في مبادئه، في اسلوبه. نادي الاهلي احلى كرة في افريقيا واحلى كرة في مصر، فانت محتاج ان الناشئ او اللاعب اللي هيكون من ولادك يكون عنده مبادئ النادي الاهلي وروح الفانلة الحمراء وكل الكلام اللي بنسمع عليه من 110 سنة، مش بس سنة ولا سنتين ولا حتى 20 سنة، احنا بنتكلم في 110 سنة مبادئ وتاريخ بيتوارثه كل الاجيال اللي جم في تاريخ الكرة المصرية ومن نادي الاهلي. والنادي الاهلي كويس، منتخب مصر كويس على هذه الاسس. الاسس ان لاعب النادي الاهلي في اول حاجة عنده اخلاق متقومة بشكل قوي جدا، الناحية الفنية عنده على اعلى مستوى، بيبقى من افضل اللعيبة اللي موجودة على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى المستوى الافريقي والدولي. تالت حاجة عنده الحتة النفسية، النادي الاهلي نادي بيلعب على الفوز، دايما بيلجا الى الكره الهجوميه، عارف يعني ايه يلعب تحت ضغط، لان ناشئ النادي الاهلي من اول يوم ليه جوه قميص النادي الاهلي هو تحت ضغط، لان الكل ينظر اليه نظره مختلفه، ده لعيب النادي الاهلي. عشان كده لما بيجي في قطاعات الناشئين في بعض اللعيبه لا توفق انها تكمل مع الفريق الاول في النادي الاهلي، ولكن الانديه الثانيه تاخده وقبل اي حاجه يقول لك اصل ده لاعب النادي الاهلي، اصل ده اخلاق النادي الاهلي. ودي من الحاجات المهمه جدا. عايز اقول لحضراتكم ان في انديه واكبر قطاعات الناشئين في العالم، لو جينا بصينا على ايكس امستردام وبدايه بقى رينس ميتشلز ثم كرويف والكره الشامله، الكره الشامله بدات من قطاع الناشئين في ايكس امستردام، وحتى الان عايز تبص المدرسه الام في كل قطاعات الناشئين في كل دول العالم هي مدرسه ايكس امستردام والكره الشامله، الكره الهجوميه اللي كل العالم خد منها وابتدى يبني قطاعاته. لو شفت فريق طبعا منتخب هولندا وازاي وصل الى نهائي كاس العالم امام الارجنتين ثم في نهائي الثمانينات جيل بقى فان باستن وخوليت وفرانك رايكارد، ووصلوا ليه خدوا بطوله اليورو 88، ثم بعد كده حتى لعبوا كاس منتخب مصر في كاس عالم 90، واي نعم كابتن مجدي عبد الغني جاب جون فيهم وحتى الان فرحان بيه جدا، ولكن الاجيال اللي في منتخب هولندا على مدار التاريخ هي كانت بدايه الاساس في الكره الشامله الكره الهجوميه. عايز اقول لحضراتكم برضو فرقه زي مانشستر يونايتد واحد من افضل الفرق في انجلترا وايضا النادي الاكثر حصولا على لقب الدوري الانجليزي، والان بيعاني بشكل كبير جدا بعد رحيل السير اليكس. السير اليكس في بدايه قدومه الى فريق مانشستر يونايتد كان فريق مانشستر يونايتد ما مش قوي في بدايه الثمانينات، ولكن ايه اللي عمله؟ ابتدى ينظر الى الناشئين وعمل جيل قوي جدا في فريق مانشستر يونايتد وكان اسمه كلاس 1992، وظهر فيه بقى راين جيجز وديفيد بيكهام، بول سكولز، اللعيبه الكبار جدا 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 اللي قادوا مانشستر يونايتد انه يتخطى حتى حاجز فريق ليفربول في عدد الالقاب. فريق مانشستر يونايتد بهذا الجيل حتى راين جيجز الى ان اعتزل هو وبول سكولز كان في قوام على مبادئ او طريقه مانشستر يونايتد، فكان فريق مانشستر يونايتد مسيطر بشكل كبير جدا. ولكن بعد رحيل السير وبعد ما ابتدت النتائج مانشستر يونايتد تتراجع وقدوم مدربين مختلفين، ما فيش ناشئين من فريق مانشستر يونايتد ابتديت تشوفهم، فابتدى يتراجع. حتى مع السير أليكس فيركسون التدعيمات لما جاب اللاعب كريستيانو رونالدو جابه وهو ناشئ وتوهج عنده،
نفس الشيء بالنسبه لروني. روني كان افضل ناشئ لاعب صاعد في فريق ايفرتون، وسير اليكس فيرجسون بص عليه قال لك ده لعيب كويس اخده عندي فاطور الدنيا، فحتى انصهره داخل القوام. لكن القوام الرئيسي كان منين؟ كان من قطاع ناشئين فريق مانشستر يونايتد، واللي ادانا العديد من البطولات، وحتى حصلوا على الثلاثيه في 99. وادي لقطه الثلاثيه لسه بتكلم عليها مع حضراتكم، وادي الحارس الكبير بيتر شمايكل، وادي ديفيد بيكهام، وهتلاقي بول سكولز، وهتلاقي اللاعب جيجز طبعا اسطوره ويلز في الكره الانجليزيه، وهتلاقي اندي كول، وهتلاقي دوايت يورك، وهتلاقي كل النجوم اللي اغلبها كان من قطاع الناشئين لفريق مانشستر يونايتد. اذا النظرة بقت مختلفة، مش بس ان انت يكون عندك فريق اول قوي وتجيب له لعيبة من كل مكان في الدوري، يعني في العديد من السنوات كنت بتلاقي فرقة بتطلع بتبقى مكسرة الدنيا في الدوري الممتاز، لكن بعد 3 أو 4 سنين او بعد سنة لما لعيبة تبطل او لعيبة تنتقل لأندية اخرى او لأي سبب من الاسباب، بتلاقي الفرقة مستواها متراجع، وتبتدي تكلم نفسك طب هو ايه اللي حصل؟ الفرقه دي ليه بعدت؟ عشان ما عندهاش قطاع ناشئين. اذا الفكر ان انت تستثمر في قطاع ناشئينك هو اللي هيخليك على المستوى المطلوب. وطبعا لما نيجي نتكلم على مستوى قطاعات الناشئين، انجح قطاع ناشئين على مستوى العالم هو مدرسه لاماسيا في برشلونه في اسبانيا، اللي طلعت لنا بقى طبعا كل النجوم الكبار، وابرزها ليونيل ميسي، انيستا، جافي، كارلوس بويل، بوسكيتس. انا بكلمك على منتخب اسبانيا اللي خد 2 يورو وخد كاس عالم، وبيمتعنا برشلونه خد في الفتره اللي فاتت اكتر من 3-4 تشامبيونز ليج، دوري ابطال اوروبا. فريق ريال مدريد حتى لما استعان بالشباب رجع اسبانيا بقت منتخب قوي جدا بسبب الاهتمام بالناشئين. النادي الاهلي في هذا الامر ايضا مختلف جدا. منذ بدايه تكوين فريق الكره في النادي الاهلي من 110 سنه كان الاعتماد على اولاد النادي الاهلي. لما بيبقى فيه نجم بارز بيتم استقطابه داخل النادي الاهلي، ولكن القوام بيبقى من جوه النادي الاهلي، له طرق وله نظم. ولو حضراتكم تتذكروا في الستينات كان النادي الاهلي انتاجه في الدوري العام ليست جيده، ولكن الجيل اللي ظهر في السبعينات، كابتن حسن حمدي، كابتن مصطفى يونس، كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، وكابتن صفوت عبد الحليم، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، طبعا كابتن خالد جدالله، كابتن احمد عباقي، كابتن محمد عامر، كل هؤلاء، وكابتن شريف عبد المنعم، ودخول بقى كابتن مجدي عبد الغني والاجيال اللي ورا بعض. طبعا على سبيل المثال يعني عشان احنا بس ما ننساش حد، انا كده بستفيد مع حضراتكم على الهواء، كل هذه النجوم خلت النادي الاهلي يسيطر على الكره المحليه. كابتن ماهر امام برضو واحد من النجوم اللي كانوا في هذه الفتره، ابتدى النادي الاهلي يسيطر سيطره تامه على بطولات الدوري الممتاز في السبعينات، وابتدى يخش في جو افريقيا. كان في بدايه السبعينات النادي الاهلي في بطولات افريقيا ما بياخدش البطوله، لان برضو كان اغلب هؤلاء اللعيبه كانوا لسه طلبه. ولكن شوف بقى جاني الثمار لما تبتدي انت عندك فرقه كونتها بشكل قوي جدا، ابتديت تديها الجرعات التدريبيه، ابتديت تجيب لها مدرب على اعلى مستوى زي مستر كوتي، مستر هيدي كوتي، واحد من اللي غيروا تاريخ الكره المصريه، مش بس الكره في النادي الاهلي، دخل تكتيكات. وطبعا مستر كوتي مجري، وكانت المجر في هذه الفتره واحده من اكبر القوى العظمى في الكره العالميه بقى، هنتكلم على فريق المنتخب المجري وبوسكاس وبقى والنجوم الكبار. ف مستر كوتي كان واحد من هؤلاء، وابتدى ينقل للنادي الاهلي الكره الحديثه مع مواهب قويه داخله داخل جدران النادي الاهلي، متعلمه طريقه النادي الاهلي، متعلمه الاسس والمبادئ، ازاي تلعب صح، ازاي يكون تكوينك البدني صح، ازاي تقف حتى صح داخل الملعب، اخلاقك مع المنافس، مع نفسك، مع زمايلك تبقى عامله ازاي. النتيجه ان انت تبص على النادي الاهلي في بدايه الثمانينات، النادي الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا على مين؟ على الاشانتي كوتوكو 83. النادي الاهلي ايضا بيروح لنهائي افريقيا، وتبتدي النادي الاهلي ياخد 3 افريقيا ابطال كؤوس، وياخد دوري ابطال افريقيا مره ثانيه، وفي التسعينات ياخد دوري، في الثمانينات النادي الاهلي ياخد دوري كتير، وتستمر المشوار جيل بعد جيل في النادي الاهلي عشان تسيطر وتصبح وتاخد لقب نادي القرن في بدايه الالفينات، بسبب ان النادي الاهلي دائما وابدا بيستثمر وبيهتم في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، نجوم كبار
ومدربين على اعلى مستوى كانوا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وادولنا بقى النتائج اللي حضراتكم شايفينها. ادي فرقه من الفرق اللي خدت ثلاثيه اغلبها من مدرسه برشلونه لكره القدم، كارلوس بويل، جافي، انيستا، ليونيل ميسي، كان اللاعب سيرخي بوسكيتس. يعني عندك قوام رئيسي فوق الست سبع لعيبه من مدرسه الكوره عندك، من مدرسه الكوره عندك، عشان كده عارفين طريقه برشلونه، عارفين طريقه اداء، طريقه التيكي تاكا، الكوره الجميله، الكوره السريعه. واحد زي نيل ميسي بقى افضل لاعب في العالم، خمسه بالون دور، خمسه كره ذهبيه، كل ده من نتائج وافرازات قطاع الناشئين في لاماسيه اللي عندهم فكر مختلف، عندهم طريقه مختلفه. ايضا قطاع الناشئين في النادي الاهلي فكره مختلف وطرقه مختلفة، ولو بصيت على نجوم النادي الأهلي في هذا الموسم أغلبهم من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، حتى اللعيبة اللي النادي الأهلي تم إعارتهم أو بيعهم واستقطبهم النادي الأهلي كان مركز إن يكون من ولاد النادي الأهلي عشان يبقى عارف يعني إيه يلعب تحت ضغط، عارف يعني إيه أخلاق ومبادئ النادي الأهلي، عارف يعني إيه التنظيم التكتيكي، يكون متأسس صح. وتأسيس اللعيب ده بيفرق كتير جدا وبيدي للعيب عمر أفضل من الناحية الفنية ومن الناحية البدنية. وهيكون معانا طبعا نجومنا في التدريب هيخشوا معانا، ولكن إحنا معنا على الهاتف زميلنا فاروق صلاح مراسل النادي الأهلي في قطاع الناشئين. مساء الخير يا فاروق. النور كابتن محمد فاروق، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي. عايز اعرف منك اخر اخبار نتائج فرق الناشئين في النادي الاهلي. خلينا نبدا بفريق النادي الاهلي مواليد 97، ان شاء الله يلاقي غدا باذن الله فريق امدي في مباراه يعني نقدر نقول مباراه قويه. شكل المنافسه طبعا صراع خماسي ما بين المقاصه وطلاع الجيش والاهلي والزمالك وانبي، الفارق بيبقى ما بين المركز الاول والمركز الثاني كلها نقطه نقطتين. الفاصل ما بين الاهلي في المركز الثالث وفريق المقاصه اللي بتصدر المسابقه 4 نقاط. النادي الاهلي بكره طبعا زي ما حضرتك عارف يا كابتن محمد بيعاني من غيابات اللاعبين مع الفريق الاول، ايضا خروج محمد حسين عضل للاعاره. اللعيبه اللي مع الفريق الاول بس يا ريت يا فاروق تذكرنا بيهم عشان المشاهدين يبقى عارفين ان الفريق دوت في مين وما بيلعبش معاه. بالظبط، احنا عندنا كريم ندفد، نعم، عندنا احمد حمدي، وعندنا احمد ياسر ريان، وعندنا اكرم توفيق الرباعي الموجود مع الفريق الاول للنادي الاهلي، ايضا بعد انضمام ايضا محمد فخري مواليد 99، نعم، ممكن يحق ليه ان هو يشارك. الوحيد اللي هينزل بكره ان شاء الله من الصفقات الجديده اللي عملها النادي الاهلي يبقى مشارك بالغد في اللقاء اللاعب احمد خالد كارلوس اللي منضم للاهلي من صفوف نادي بتروجيت. نعم، خرج عندنا الاعاره، عندنا ايضا لعيبه معارين يا كابتن محمد للانديه الاخرى، يعني عندنا في نادي طلع الجيش محمد عصام الغندور، نعم، احد من الحراس المميزين في النادي الاهلي، عمر رضوان معار للرجاء، عندنا اللاعب فادي فريد اللي خرج للاعاره في شهر يناير للدوري العماني، نعم، ولعب اول امس واحرز هدف في اول لقاء لي مع احد الفرق الدوري العماني. يوسف علاء ومحمد حسين عضل الاثنين تم انضمامهم خرجوا للاعاره لصفوف الانتاج الحربي. نعم. فمباراه هنقدر نقول ان هي مباراه ان شاء الله اول مباراه بعد استئناف المسابقه، فريق النادي الاهلي الكابتن مدحت طه اسماعيل يعني بذل مجهود خلال الفتره اللي فاتت مع بعض الغيابات، اللعيبه التسعيد مره اخرى، اللعيبه كانت مصابه، اللاعب الامير حسام ومصطفى صبحي اللعيبه اللي لسه راجعه من الاصابه للنادي الاهلي. تقدر ان شاء الله الفوز والاداء الجيد بكره باذن الله. وخلينا برضو يا فاروق نضيف حاجه صغيره، ان اكبر نجاح لهذا الفريق 97 ان بص كام لاعب في الفريق الاول، يعني هو ده اكبر نجاح اكتر من انه يحصل على بطوله. واعتقد ان لو الاربعه دول موجودين كان يعني المنافسه على بطوله 97 هتبقى يعني اسهل بكتير بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمل يا فاروق اتفضل. انا اضيف لحضرتك كمان كابتن محمد فاروق ان الفريق ده اللي كان في ضمن صفوفه ناصر ماهر حاليا موجود مع نادي سموحه، متالق مع سموحه، ضمن صفوفه رمضان صبحي اللي موجود حاليا مع ستوك سيتي. كل دي نجاحات بالنسبه لهذا الفريق ولقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كمل. هو واحد من الفرق اللي يعني مستقبل النادي الاهلي، شوف كميه العدد اللاعبين اللي خرجت من الفريق ولعبت فريق اول سواء في النادي الاهلي او على مستوى الانديه في مصر، فان القطاع الناشئين في النادي الاهلي كان بيولي اهتمام شديد قوي للفريق ال 97 وعامه لكل فرق قطاع النادي. يعني الدكتور عمرو خلال الفتره اللي فاتت الامر محاضرات تثقيفيه للاعبين، محاضرات تثقيفيه للمدربين، خطه اللي هو وضعها الدكتور عمرو لجهاز قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الاستراتيجيه بتاعت الموهوبين، ان هو بيختار الموهوبين في كل مركز على مستوى فرق البراعم وعلى مستوى فرق قطاع الناشئين ويبدا يعمل لهم فقرات وتدريبات تخصصيه. نعم. امر في غايه الاهميه جدا. نعم. وان شاء الله
مستقبل يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيغني باولاده. يعني لو احنا لو نتابع فرق في الدوري ما عندهاش اثنين ثلاثه لعيبه بيلعبوا من نتاج قطاع الناشئين. ده حقيقي وحتى بيوتاهين مع بعض. طيب فاروق عايز اعرف فريق 99 يعني كده الفرق ما بينه وما بين اقرب ملاحقيه وهيلاعب بتروجيت يوم الخميس. كابتن امير كابتن امين عرابي. كابتن امين عرابي هو بالامس كان متواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن طارق سليمان كانوا بيتابعوا لقاء الاهلي وطلاء الجيش اللي كان اقيم بالامس على ملعب النادي الاهلي. هو في ضغط توالي ماتشات. الفريق الوحيد اللي ما خدش فتره راحه خلال الفتره اللي فاتت هو فريق 99، لان كان في ضغط ماتشات بسبب حضرتك عارف ان معسكرات منتخب مصر 99 مع الكابتن حماده صدقي. فالفريق الوحيد والمسابقه الوحيده التي لم تتوقف خلال الفتره اللي فاتت هي مسابقه 99. فامبارح بالامس الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن طارق سليمان جم وتابعوا اتفرجوا على المباراه، وكانوا بيتابعوا اداء محمد فخري والبعض اللاعبين اللي موضوع عليهم العين من قبل الجهاز الفني للنادي الاهلي يتابعهم خلال الفتره القادمه. الفريق بيحتل المركز الرابع بفارق 3 نقاط. برضو المسافه انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ما نستبعدش المركز، لا بل هو الفارق ما بين الاول والثالث. الاول النادي الاهلي المتصدر نادي انبي برصيد 38 نقطه، النادي الاهلي الرابع 35 نقطه. فرق قريب جدا. المركز الثاني والثالث 37 نقطة. المسافة في الفارق النقاط بسيطة، مسافة قليلة. النادي الأهلي هيلاقي بروجيت إن شاء الله يوم الخميس على ملعب استاد الجيش بالسويس. إن شاء الله الكابتن أمين عرابي واللاعبين قادرين إن هم يحققوا الفوز، لأن المنافسة في فريق 99 وفي المسابقة ذاتها صعبة جدا. النادي الأهلي بيعتمد على بعض العناصر طبعا من فريق 2000 وال 2001، هم شايلين القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي مواليد 99. وبالمناسبه يعني اقول لحضرتك برضو زميلي محمد فاروق ان لاعب محمد مغربي لاعب النادي الاهلي مواليد 2001، اللاعب اللي تم تصعيده شفناه في ماتش شفناه في ماتش البلاستيك، هو شارك وكان مميز الصراحه. عايز اقول لحضرتك برضو من خلال قناه النادي الاهلي ان الكابتن حماده صدقي اختاره وضمه ضمن صفوف منتخب مصر مواليد 99. بالامس الكابتن اسامه حسني كان متواجد والكابتن ابراهيم عبد العزيز مدرب الحراس. افراد الجهاز الفني منتخب مصر مواليد 99 اثنوا على اداء اللاعب محمد مغربي، وتم ان شاء الله هيكون موجود معاهم في المعسكر القادم باذن الله. دي حاجه جميله طبعا وبتبين قد ايه قيمه هذا اللاعب. فريق 2003 كابتن محمد سعد هيلعب يوم الجمعه ان شاء الله فريق ام بي اسبوع ال 11، وده كان فيه فتره توقف كبيره يا فاروق صح؟ هي فترة التوقف تجاوزت أكثر من شهر بعد النهائي، بعد مباراة الأهلي مع النصر اللي تعادل فيها في مباراة يعني مباراة مثيرة 4-4. تم توقف المسابقة لظروف الامتحانات، فالفريق إن شاء الله يوم الجمعة يرجع يستعيد مرة أخرى لقاءاته. هو في الفريق بيأتي في المركز الثالث خلف نادي إنبي ونادي المقاولون، برضه فارق النقاط قريب، يعني المسافة ما بين الفرق بسيطة، يعني تتكلم في نقطتين ثلاثة. نعم. وفريق برضو 2002 هيلعب السيد في بطولة القطاعات، الكابتن تامر عبد الرحمن ايضا عنده منافسات قوية في هذا الجيل. يعني خلينا نتكلم على فريق 2002، ان فريق 2002 كان تصدر في دوري منطقة القاهرة بدون اي هزيمة، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. تم يعني اختاروا من مجموعة من منطقة دوري منطقة القاهرة لتنظيم بطولة القطاعات الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية. اختيار 8 فرق، 3 من القاهرة و4 من القاهرة و3 من الجيزة و1 من القليوبية. النادي الأهلي لعب لقاءين في المسابقة، أول لقاء قدر إن هو يفوز على فريق طوخ ب8 أهداف على ملعب نادي طوخ. فاز على فريق وادي دجلة 3 أهداف مقابل لا شيء. هو بيتصدر المسابقة لحد دلوقتي جايب 11 هدف، لم يستقبل أي هدف. كابتن سامر عبد الرحمن عامل فرقة منظمة، فرقة شكلها في الملعب يعني اتفرج ولاد النادي الاهلي، الاداء، الحماس، الجمل التكتيكيه، لا في شغل معمول في فريق 2002 يحسب للكابتن سامر عبد الرحمن. وشايفين حاله يعني النادي الاهلي عنده هجوم كاسح، يعني نتكلم على ريتشارد الهداف في النادي الاهلي، اللاعب احمد سيد غريب، يعني احمد سيد غريب يجيب هاتريك، الماتش اللي بعديه ريتشارد يجيب هاتريك، احمد سيد غريب ريتشارد. المنافسه من داخل اولاد النادي، مش يعني المنافسه داخل اولاد النادي داخل الفريق، دي حاجه من الحاجات اللي بتبين قوه هذا الفريق. اتفضل. اقول لحضرتك ان الهدافين بتوع المسابقه هم الاثنين بتوع النادي الاهلي، ريتشارد واحمد سيد غريب. حاجه جميله جدا. 2001 فريق كابتن محمد شرف برضه من الفرق الجميله، بتلعب كره جميله جدا وفيها نجوم زي كنا لسه بنتكلم عن اللاعب مغربي اللي تم انضمامه لمنتخب مصر 99.
بالنسبه لفريق 2001 خليني ان انا اعترف مع حضرتك وامام المشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، فريق 2001 هو القوام الاساسي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. الفريق اللي تقدر تقول هو شايل قطاع الناشئين في النادي الاهلي لكميه اللاعبين وحاله الجاهزيه اللي مجهزها ومحضرها الكابتن محمد شرف للاعبين. هو الصراحه عامل شغل ممتاز كابتن محمد شرف. كابتن محمد شرف والكابتن ياسين والكابتن مصطفى فتحي عاملين ما شاء الله فريق، يعني الفريق حاله من الاداء الطبيعي بتاع لاعبي النادي الاهلي، حاله من التفوق الكافح. يعني النادي الاهلي بيحتل المركز الاول برصيد 54 نقطه، اقرب منافس ليه هو نادي الزمالك برصيد 43 نقطه، لكن حضرتك تفرق 11 نقطه واحنا لسه بنتكلم احنا في الاسبوع ال 19. يعني النادي الاهلي على المنافسه الأهلي. لا لانه نقدر نقول المنافسه شبه محسومه شويه، انا بتكلم عن المنافسه ما منتهيه يعني. فعندنا النادي الاهلي هو اقوى خط هجوم، يعني انا هكلم حضرتك في رقم هتسمعه بالنسبه لبطولات الناشئين رقم كبير، جاب 71 هدف، فريق ما استقبلش الا 16 هدف. اقوى خط هجوم، اقوى خط، اقوى خط دفاع، هو اقوى خط هجوم على مستوى فرق قطاع الناشئين على مستوى مصر. نعم. هداف الفريق اللاعب احمد اشرف اللي جايب 17 هدف بعد هدفه الاخير في الانتاج الحربي، كان الفريق رجع من فتره التوقف وابتدى تهل مشواره بفريق الانتاج الحربي، قدر النادي الاهلي ان هو يفوز بثلاثه اهداف مقابل هدف. الثلاثيه اللي احرزها اللاعب احمد اشرف واللاعب عربي بدر واللاعب حماده الفيل، والنادي الاهلي ان شاء الله عنده بقى اختبار صعب شويه مع فريق الاسماعيلي يوم الجمعه القادم، هو هيتلعب على ملعب النادي الاهلي بمشيئه الله. النادي الاهلي كان في لقاء الدور الاول قدر ان هو يفوز على فريق الاسماعيلي هناك بالاسماعيليه 3-2، فنقدر نقول هي مباراه صعبه شويه، لكن لعيبه النادي الاهلي يعني ما هو المنافس بالنسبه لهم واحد، سواء زمالك سواء اسماعيلي سواء الرجاء سواء اي فرق، كل الفرق بالنسبه لهم مستوى واحد. يعني الشيء اللي لفت للنظر كمان كابتن محمد فاروق في الفريق ان ما بيستكفاش بعدد الاهداف، يعني جيب اثنين وثلاثه، لا كابتن محمد شرف لا زود عايز يجيب اربعه. والله دي ميزه في القطاع كله صراحه فاروق، يعني كل الفرق ما بتستكفاش لو في، يعني حتى لما تلاقي بتتكلم مع حد من المدربين احد المدربين الافاضل تتكلم معاه يقول لك انا كسبت 2-0 وتلاقيه متضايق ان هو عايز كان يبقى في اهداف اكتر من كده، وتلاقيه دايما مهتم بالاداء، الاداء بالنسبه له رقم واحد. تمام بالفعل، يعني هو زي ما بقول لحضرتك الكابتن محمد شرف زرع جوه اللاعبين وغرس جوه اللاعبين هي عدم الاكتفاء بهدف او اثنين او ثلاثه. اللعيب دايما عنده في حاله صراع مع المباراه، صراع مع المباراه بعد هدف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، اوقات الكابتن محمد كان بيبقى كسبان اربعه وخمسه وطالع مش راضي عن النتيجه، مش راضي عن الاداء. زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي في قطاع الناشئين، بشكرك شكرا جزيلا، مداخله قيمه للغايه استعرضنا فيها كل نتائج وابرز ما جاء في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يعني عندنا كلام مهم جدا عن فريق 2005 اللي هيلعب بطوله دوليه فيها مين اقول لحضراتكم، فيها اي سي ميلان وليفربول مانشستر سيتي بايرن ميونخ وبوكا جونيورز والهلال السعودي وصل الاماراتي جوانزو الاسيري وريال مدريد وبرشلونه. شوفوا كل الانديه الكبيره على مستوى العالم هيشاركوا في هذه الدوره، والنادي الوحيد اللي في مصر اللي هيشارك في هذه البطوله. كنا حتى انفردنا لحضراتكم حينما كان النادي الاهلي في الامارات للقاء السوبر، وكان كابتن عبد العزيز عبد الشافي التقى بميشيل سالجادو طبعا نجم نادي ريال مدريد اللاعب الباك اليمين الاسبق لمنتخب اسبانيا وفريق ريال مدريد، واتفق على هذه البطوله الوديه نتكلم فيها بشكل اوفر بعد هذا الفاصل، وهينضم لينا الكابتن احمد سمير بيبو طبعا المدير الفني الكفء لهذا الفريق، وايضا النجم القادم اللاعب احمد ايمن ويوسف عفيفي، وما تروحوش بعيد النادي الاهلي حديث.